بونجور، معكم مدام مها، مدرسة لغة فرنسية، مو دكتورة، مدرسة فقط. اليوم بدي أحكي لكم قصة جديدة لأنتوان دو سانت إكزوبيري، قصة الأمير الصغير. أكيد كلياتنا شفناها أفلام كرتون إذا ما كنا قريناها بالعربي أو بالفرنسي، لو بيتي برانس. أكيد القصة الأكثر قراءة في العالم ونباع منا 6 ملايين نسخة، فلازم نطلع عليها للي ما طلع عليها. وطبعا هي بما أنها مادة من مواد الجامعية فكان لازم أنه نعرف شي عنها. كلياتنا سمعنا عن هالأمير الصغير، عن خروفه، عن زهرته، عن ثعلبه، عن ثعبانه، عن كوكبه الصغير وبراكين هالكوكب هاد. باختصار هي قصة طفل غادر كوكبه لحتى يكتشف الكون ويكتشف سكان الكون، ويحكي لنا بالتفصيل قصة كل مغامرة عاش فيها وشو هي الكواكب اللي نزل عليها. مين الكاتب؟ سانت إكزوبيري بحياته القصيرة واللي انتهت بكارثة، ما عاش غير من 1900 ل 1944، وعمل جهده يحكي لنا عن تجربته الشخصية، حبه للمغامرة كطيار، وكمان قدم لنا أفكاره في علم الأخلاق. كون الكتاب هو نعتقد انه هو للصغار، لكن هو قصة لكل الأعمار. قدم لنا كل نتاجه وحياته بهالقصة، هو كان بطل القصة، لذلك استخدم فيها الضمير جو. كان هو بطل القصة في عبارة عن مشاهد قصيرة 27 فصل، حكى عن رسومه، عن طفولته، عن قراره بأنه يصير طيار وتحقيقه لهالقرار هاد. رح نشوف شو هي القصة وننتقل لألا. Le petit prince Saint-Exupéry avec Madame Maha. Antoine de Saint-Exupéry était un écrivain et aviateur français. كان كاتبا وطيارا فرنسيا. Célèbre pour son œuvre littéraire, انشهر بمؤلفه الأدبي. Notamment وخاصة pour son chef-d'œuvre. تحفة التي قدمها الفنية الأدبية Le Petit Prince الأمير الصغير. En tant qu'aviateur, كطيار, il a également écrit, كتب كذلك, sur ses expériences dans l'aviation, عن تجاربه في الطيران, ce qui a influencé son écriture, وهالشي أثر على كتابته. Le Petit Prince est un conte philosophique. فبيخطرنا هي قصة عادية؟ لا، هي تحمل أفكار فلسفية. Écrit, كتب أنطوان دو سان إكزوبيري. Voici un résumé de l'histoire. وهذا ملخص القصة. L'histoire commence, تبدأ القصة avec le narrateur, مع الراوي. Un aviateur, طيار, qui raconte, عم يحكي لنا, comment à l'âge de 6 ans, كيف لما كان بعمر 6 سنوات إلى abandonné une carrière، تخلى عن مهنته d'artiste، كفنان رسام، après que بعد أن les adultes aient mal interprété، لم يستطع البالغين أنه يفسروا son dessin، رسمته اللي كانت عبارة عن un serpent boa أفعى ثعبان البوا، اللي كان أفالان أون إليفان، عم يلتهم فيل، لأنه القصة ملانة رسوم. فافتكروا أنه لما فرجاهم هالرسمة فافتكروا أنه هي طائية، وما فهموا أنه الثعبان عم يلتهم الفيل، لذلك ترك الشغلة كلها وما عاد بده يرسم. ديز أني بلو تار، بعد سنوات، ألوغ كيل فول أو دوسي دو ديزير دو ساغا، بينما كان في رحلة في الصحراء جوية طبعا، سون افيون تومب ان بان، وقعت طيارته بعطل. سي لا كيل رانكونتر، وعندما نزل في الصحراء قابل ان بيتي غارسون، فتى صغير، لو بيتي برانس الامير الصغير، كي لوي دوموند دو ديسيني ان موتون، ورجع له حتى يقول له ارسم لي خروف. Au fil des jours, عبر هالأيام, le petit prince raconte son histoire. حكى له الأمير الصغير عن قصته. Il vient d'une petite planète, أتى من كوكب صغير.
أبلي الأستيرويد اسمه الأستيرويد بي 612 وإيل فيسل كان يعيش فيه على هالكوكب لوحده أذك يوغوز مع زهرته لحالهم على الكوكب وعنده بركان صغير كمان هو بينظفه دايما لحتى ما يطلع دخنة ويبقى يحافظ على نظافة كوكبه. هالكوكب اكتشفه عالم فضاء تركي طبعا ما صدقوا بأثناء اكتشافهم إلا بعد ما لبس الزي اللي هن بيلبسوه تيفرجينا كيف من البداية طبائع البشر وتأثر بالمظاهر. الكيتسا بلانيت غادر كوكبه على غشيخش دو لاميتيه بحثاً عن الصداقة اي دو لاكونيسانس وعن المعرفة. او كور دو سي فواياج خلال رحلاته الفيزيت بلوزور زوتر بلانيت زار كواكب مختلفة عديدة شكون كل كوكب ابيتي باغ ان ادجلت كل كوكب يسكنه شخص بالغ تيفرجينا كل واحد يمثل الطبائع البشرية qui représente une caractéristique مواصفات de la société humaine المجتمع الإنساني. الشخصيات اللي شافون هو ملك اللي ما عنده رعية هو بس بيأمر وبينهي لحاله فانيتو الإنسان المغرور بنفسه المزه بنفسه اللي بس بده أدميغاسيون وتصفيق تصفيق حاد أني فغاني إنسان السكران اللي ضيع عقله وبيشرب حتى ينسى يعني فرجينا الطباع البشرية إنه مدفير رجل أعمال اللي بس عم يحسب وبيحسب وبيحسب ومفتكر النجوم كلها ملكه. ليش؟ لأنه هو اللي شافه بالأول واللي بيشوف أول هو اللي بيمتلك الشيء. ناليمر دو غيفربير شاعل القناديل هذا أثار إعجابه لأنه البقايا كانوا كل واحد لحاله بينما هذا كان عم يشعل لسكان الكوكب بس من كتر ما الكوكب صغير فما كان بيقدر يبعد عن العمود الإنارة لأنه ما بيلحق يصير الصبح بيصير المسافة لازم يضل يطفي ويشعل على طول من في كهرباء. أنا جيوغراف وعالم جغرافيا اللي ما بيعرف عن الجغرافيا شيء بيعرف عن باقي الكواكب وعن كوكبه لا يفقه شيئا. عم بفرجينا جهل البالغين جهل الإنسان عم يحكي وجهة نظر الصغار تجاه عيوب الكبار. enfin بنهاية رحلته إلى غيف سور تير وصل على كوكب الأرض و il rencontre قابل un renard ثعلب qui lui enseigne أعطى درسا précieux ثمينا درس كتير ثمين ما بيعرفوا الناس sur l'importance des liens حول أهمية العلاقات et des relations والتواصل الروابط والعلاقات. وقال له الجملة الهامة جدا واللي تيجي بالفحص on ne voit bien qu'avec le cœur. ما بيك في الإنسان يطلع ونقول إنه شاف. لا يرى الإنسان إلا بقلبه. لذلك لازم يكون بالبصيرة وليس بالبصر. l'essentiel est invisible pour les yeux. الشيء الجوهري لا تراه العيون. يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من النظر. هذا اللي علمه إياه الثعلب. علموا كيف يستأنس البشر كيف يعود الآخرين على وجوده وأهمية وجوده وهن نفس الشيء لحتى تتشكل الصداقة. حتى بيطلب منه بيقول له دجني خليني أنا أكون أليف بالنسبة لك مع أنه الناس ما بتريد تقرب من الثعلب. لبتي برنس وصادف كمان على كوكب الأرض نيجيير أجيير دو ترين اللي بيغير وجهات القطار عامل التحويل ام مارشان دو بيلول وتاجر يبيع حبوبا بوغ ابيزي لا سواف اللي تخفف العطش حتى يوفروا وقت ما عاد عندهم وقت لا ياكلوا ولا لا يشربوا صار بدهم يشتروا حبوبا لحتى يخففوا يوفروا وقت ويكون هي الوجبه لهم. على فان دو ليستوار بنهايه القصه le petit prince décide بيقرر بعد ما بيشوف وبتعود على الطيار بيقرر انه بقى لازم يرجع لانه ما بده يترك زهرته لحاله. بيقرر انه retourner à sa planète يرجع على كوكبه. il permet qui veut يرجع il permet un serpent فبيسمح للأفعى اللي كمان هي بتصير صديقته de le mordre انه تعدو pour libérer son esprit لتحرر روحه
de son corps physique من جسده المادي croyant ainsi معتقدا هكذا أنه pouvoir rejoindre bien d'être ينضم له سا روز بيان ايمي زهرة حبيبته. Le récit se termine والقصة بتنتهي avec le narrateur مع الراوي لما بده يودعه بيقول له تذكرني أنا طلع على النجوم وبس تشوف نجم ضحكان هذا كوكبي فبيدعينا انه نشوف دائما نطلع على كوكب الامير الصغير. Des années plus tard, بعد مرور سنوات, toujours affecté, مازال متأثرا par cette rencontre, بهذا اللقاء, et espérant يتأمل, يأمل que le petit prince soit bien rentré chez lui, انه يكون رجع بأمان لكوكبه. Le livre se conclut وبتخلص القصة par un appel وهو عم يدعونا à se souvenir du petit prince انه نتذكر الأمير الصغير en regardant les étoiles بأن ننظر إلى النجوم لكي نرى. Le petit prince explore des thèmes تخوض بعدة أفكار عميقة تلك مثل l'amitié الصداقة بينه وبين الثعلب لما بيستأنسه apprivoiser الصداقة مع الطيار لا سوليتود الوحدة التي يعيشها الإنسان لما بيكون لحاله فقدان العلاقات لامور الحب الإنسان وحاجته للحب إلى بيخت والخسارة الفقدان أتخافير دي رنكونتر من خلال هاللقاءات بويتيك أشعر الشاعرية الألغوريك والرمزية الكونتينيو دو توشي والتي ما زالت تمس للكتور دو توزاج القراء من جميع الأعمار. فهي كتاب الثاني بعد الإنجيل بعد الإنجيل قراءة في العالم. Le petit prince est profondément humaniste. القصة هي قصة إنسانية عميقة transcende و تتجاوز les frontières socioculturelles كل الحدود الاجتماعية الثقافية. C'est pourquoi cette histoire, لذلك هذه القصة est lue et appréciée, قرأت وقدرها عرف قيمتها dans le monde entier العالم أجمع. شو هي الرسالة للمساج كل مساج شو هي الرسالة اللي منشوفها بقصة الأمير الصغير. Le petit prince de Antoine de Saint-Exupéry transmet لتنا plusieurs messages عدة رسائل profond عميقة et universelle وشاملة parmi lesquelles من بينها l'importance de l'enfance أهمية الطفولة et ما في دو et le point de vue enfantin ووجهة نظر الطفولة في الحياة. Le livre estime يقدر الكتاب يقدر la curiosité فضول la créativité وإبداع et la pureté ونقاء des enfants الأطفال. Il critique وينتقد la manière الطريقة dont les adultes اللي فيها البالغين perdent ces qualités فقدوا تلك المواصفات en grandissant هن عم يكبروا. كل ما كبر الإنسان يفقد فضول وحب الاطلاع عنده يفقد الإبداع يفقد النقاء. الرسالة الثانية هي l'essence de l'amour et de l'amitié جوهر الحب والصداقة à travers la relation من خلال العلاقة بين le petit prince et sa rose l'amir الصغير وزهرته. L'auteur montre بفرجينا que l'amour est fait de responsabilité الحب هو مسؤولية et de soin وعناية et de compréhension وتفهم. هو مفتكر انه الزهرة بس انه بكوكبه وما في غيره لما بيجي على الأرض وبيشوف عدة زهور بيفقد وبتشبه زهرته بيفقد أمله لكن بيعرف بعدين من الثعلب بيقول له إنه هاي الزهرة فريدة يونيك. ليش يونيك؟ باسكو سي تاغوز تاغوز أتوا لأنه هاي زهرتك أنت. لما بيكون الشيء ملكك ولك بيكون هو وحيد في العالم مو وحيد فريد بقصد مو لوحده يعني فريد متميز. لا سيليبر سيتاسيون والمقولة الشهيرة اللي بيقول له إياها on ne voit bien qu'avec le cœur. انت عم تشوف بقلبك الزهرة عم تشوفها بقلبك باقي الزهور عم تشوفهم بعيونك. l'essentiel est invisible pour les yeux. شيء جوهري هذا ما بتشوفه العيون بتشوفه القلب. سوليني هالمقولة تشير إلى l'importance des sentiments profonds et spirituels عمق الأهمية المشاعر العميقة والروحية. ك
كمان شو هي رسالة لقيتك؟ نقد للمجتمع عديد مجتمع الكبار لليفر سوموك يسخر الكتاب دي بريوكوباسيون من الاهتمامات سوبرفيسيال السطحية الماترياليست والمادية دي زادلت للبالغين، حتى فقدوا إحساسهم في الطعام والشراب وصاروا يتناولوا الحب ومهمهم غير تجميع المال أتخافير لي بيرسوناج من خلال الشخصيات كي الغنطوط اللي قابلهم لغوى الملك اللي بده بس ينطاع لفانيتو المغرور بنفسه لبيفور اللي بيشرب حتى ينسى انه هو عم يشرب لو بزنس مان الرجل الاعمال اللي بحب جمع المال وعده لو جيوغراف اللي ما بيعرف شيء عن كوكبه الى لومور دو ريفيربير اللي بس بيشعل وبيطفي. اخيرا رساله مؤخرا رابعا لا كيت دو سونس البحث عن المعنى اي دو ديكوفيرت دو سوا واكتشاف الذات لو فواياج دو بيتي برانس سفر الامير الصغير سامبوليز يرمز الى اون ريشيرش de compréhension هي بحث عن استيعاب الذات واستيعاب العالم فهم نفهم نفسنا ونفهم العالم شاك بلانيت فيزيتي كل كوكب زارو ريبريزونت كان يمثل ان اسبي ديفيرون مظهرا مختلفا دو لا ناتور هيومين للطبيعه البشريه. هلا بنقول اخيرا لا فالور دو لا سامبليسيتي اهميه وقيمه البساطه لو ليفر مونتر الكتاب يفرجينا كل الشوز سامبل أن الأشياء البسيطة كم للينزيمة كالعلاقات الروابط الإنسانية إلى بوتي دو لاناتير وكحب الطبيعة سون لي بلو بريسيوز هن الأكثر أهمية في العالم سي ميساج هالرسائل سون ترانسمي نقلت إلينا أترافير أون بروز من خلال نثر بويتيك شعري وديز إلوستراسيون ديليكات وصور لطيفة عميقة غندون جعلت لو بيتي برانس قصة الأمير الصغير أكسيسيبل أتوليزاج في متناول كل الأعمار يعني مهيئة لكل الأعمار. كيلي لو رول دو غنار شو هو دور الثعلب؟ Dans le petit prince de Antoine de Saint-Exupéry le renard joue un rôle essentiel دور بالعبدور مهم ان طون كونسيال ان هو كان عم بيقوم بدور المعلم الجيد والذي يقود قائد بالنسبه لبتي برنس موجه فوسي كيلكوز اسبي كلي دو سو رول بعض المظاهر المهمه الجوهريه بدوره. اول شيء انيسياسيون على متي علمه كيف تكون الصداقه كيف ببلش بيواعده للشخص وبعده بيشوفه كل فتره بعدين تتقارب المسافات بيبلش بيشوفه كل يوم وبعدين بيبلش بحس انه ما بقى يقدر يعيش بلا هيك بتتشكل هذه طريقة الابريفوازمون كيف بصير الاستئناس الالفة التدجين لغنار انتخدوي ادخل مفهوم الابريفوازمون الاستئناس الالفة كيف تحصل الالفة اكسبليكان او بيتي برنس شرح له للأمير الصغير كي كريي دي ليان انك لما انت بتنشئ علاقات غان اون بيرسون اونيك او موند بتجعل هذا الشخص هو فريد بالنسبة لك في العالم. En apprivoisant le renard, لما استألف على الثعلب, le petit prince apprend à Arifa que les relations interpersonnelles, العلاقات المتبادلة, requièrent du temps, تعطينا تكسبنا وقت, تاخذ وقت, et de la patience, وبدها صبر. Mais qu'elle enrichisse la vie, لكنها تغني الحياة. صح للحصول على صديق, بياخذ مننا وقت وصبر, لكن حياتنا بصير لها معنى أكثر. شو هو الدرس الثاني اللي عطاياه هو une leçon sur l'importance de l'invisible الشيء اللي ما منشوفه هو الشيء المهم. Le renard enseigne au petit prince علمه une des leçons centrales أحد الدروس الهامة في الكتاب on ne voit bien qu'avec le cœur ما منشوف إلا بقلبنا l'essentiel est invisible pour les yeux. Cette maxime, هالحكمة, souligne l'importance, تشير إلى أهمية des sentiments, المشاعر, et des valeurs invisibles, والقيم, الغير مرئية. Contrairement, بعكس تماما, aux apparences superficielles, المظاهر, السطحية. الدرس الثالث, اللي عطايا,
دوره الثالث ريفليكسيون سور لا ريسبونسابيلتي، احساسنا بالمسؤوليه، الشيء اللي نحن بنحبه لازم نشعر بالمسؤوليه والحمايه. انا ابريفوازان لو رنار لما استالف على الثعلب، لو بيتي برنس كومبران، ادرك كيل دوفيان ريسبونسابل، انه اصبح مسؤولا دو سو كي لا بريفواز، عن الاشخاص اولئك الذين يستانسون، مو ضروري يكون بس اشخاص، الزهره. Cela renforce l'idée, هذا يعزز فكرة المسؤولية de l'importance وأهمية de prendre soin, الاهتمام de ce qu'on aime, الأشخاص الذين نحبهم في حياتنا. 4. Redécouverte de la rose, اكتشاف الزهرة. Le renard aide le petit prince Saadu à comprendre, يستوعب pourquoi sa rose, l'exalte, est unique. فريدة وبريسيوز وسمينة. مالكري سون ابارون سيميلاريتي، رغم تشابهها افيك دي ميليي دوتر روز، مع الاف الازهار الاخرى. سيت رياليزاسيون، هل انجاز هذا الذي يحصل ديكول دو تون، ينتج عن الزمن اي دي زيفور وعن الجهد كي لو بوتي برانس ا انفيستي، اللي الامير الصغير راح يستثمره دان سا غيلاسيون افيك ال، بعلاقته معه. وهذا اللي بيميز علاقاتنا البشريه، بتدوم العلاقه مو لانه نحن ما في مننا، لا، في مننا كثير وفي احسن مننا، بس لما نحن بنكرس احترامنا ومسؤوليتنا تجاه شخص معين، هذا هو اللي هذا الاكتشاف اللي هو الثمين في حياتنا وبيعطي قيمه للحياه. En somme, باختصار, le renard joue un rôle pédagogique, كان دوره تعليمي, en aidant le petit prince, bien ساعد الأمير الصغير, à comprendre des vérités profondes sur la vie, إنه يفهم حقائق عميقة عن الحياة, عن الأمور, الحب, الأمتياء, الصداقة, et la responsabilité, والمسؤولية. Ces leçons à دروس enrichissent le voyage أغنت. الرحلة الروحية ايموشنال والشعورية للأمير الصغير. Quel est le rôle de la rose؟ ما هو دور الزهرة؟ Dans le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry، أو إيباول دو أنطوان، معلش الموسم. فبقصته لا روز جو أون رول سنترال إي سيمبوليك، دور كتير مهم بجربة لها وجوهري ورمزي. Voici quelques points clés، هاي النقاط الهامة sur ce rôle، حول هذا الدور. سامبول دو لامور، دو رمز الحب، اي دو لا فانيتي، والغرور. الزهره مغروره، بدها يحبها، بدها يرعاها، بدها يحميها من الريح، يحط لها بارافون، بدها يسقيها. لا روز اي ميتافور، هي رمز، لا هي كنايه عن الحب ان بارتيكولير، وبشكل خاص دو لامور رومانتيك، الحب الرومانسي. Elle est belle et unique, qui est جميلة وفريدة pour le petit prince. لأله بس، لأنه ما بتعني شيء، بس لأله، كل إنسان له زهرته. Mais elle est aussi vaniteuse، لكن هي كمان شايفة حالها ومغرورة ومتطلبة طباع المرأة. Son comportement, سلوكة rappelle que l'amour، بيذكرنا أن الحب بتاتخ على فوا، بيكون بنفس الوقت précieux سمين et compliqué ومعقد. Le sens sur la responsabilité a تعلمتنا درس المسؤولية والارتباط attachment. Le petit prince apprend تعلم que l'attachement التعلق implique des responsabilités. يتطلب مسؤوليات، ما بكفي تتعلق في الشخص، لكن انت عندك مسؤوليات تجاهه. La rose malgré ses défauts رغم عيوبها وعيوبنا est précieuse، هي ثمينة pour lui بالنسبة له، parce qu'il l'a soignée، لأنه اعتنى فيها et protégée وحماها. Cela illustre هذا يوضح l'idée que فكرة أن l'importance de quelque chose أهمية الشيء ou de quelqu'un أو الشخص vient de l'attention، تأتي من الاهتمام الانتباه et du soin والاهتمام كل ويبورت، بقدر ما بنهتم وبننتبه للشيء أو للشخص بنحمل له إياه هالشعور، بقدر ما بيكون هو مهم. النقطة الثالثة هي ديكوفيرت دو لونيسيتي إي دو لامبورتونس دي غلاسيون، اكتشاف إنه هي فريدة وأهمية العلاقات، وحدتها معه والعلاقات. لوغسكو لو بيتي برانس ديكوفر، لما شاف اكتشف الحديقة المليئة بالزهور، il réalise
فكر انه ساغوز ني بالني زارتو ماي فريدي انا بارونس بالمظهر سوبوندون، لكن il comprend ensuite ادرك بعد ذلك غاز رونار بفضل معلمه الثعلب كي ساغوز اتيني ان زارتو لا بالفعل هي فريده وحيده لحالها متفرده باغس كيل لين. ليش؟ لانه بحبها اكيلا بخي سوان دلو انه اهتم فيها. سلا سولين، وهذا يشير الى ليدي كو فكره ان سو كي ران كيلكو شوز ما يجعل شيء او كيلكان سبيسيال شيء او شخص متميز، ce sont les liens, هي الروابط et les expériences partagées والتجارب المشتركة. Éveille à la maturité émotionnelle, هي يقظة نحو النضج الشعوري. La relation du petit prince avec la rose, علاقة الأمير الصغير مع الزهرة، marque, تشير إلى le début de son voyage, بداية رحلته vers une compréhension نحو استيعاب وتفهم plus profonde أعمق de l'amour للحب et des relations وللعلاقات. Il apprend à voir تعلم كيف يرى au-delà des apparences يفهم ما وراء المظاهر ما وراء دي ديفو العيوب pour apprécier لكي يقدر فعلا la véritable valeur de la rose لحتى يعرف قيمتها أكثر. ما كان عارف قيمتها لولا ما خاض تجربة المعرفة. En résumé, باختصار, la rose dans le petit prince est un symbole هي رمز معقد qui représente يمثل l'amour الحب l'attachement التعلق la responsabilité المسؤولية et la découverte واكتشاف de l'importance des relations أهمية العلاقات. Personnel الشخصية elle aide le petit prince هي ساعدة الأمير الصغير à grandir على أنه يكبر وينضج émotionnellement شعوريا et à comprendre ويفهم des vérités essentielles الحقائق الجوهرية. Le rôle du serpent دور الأخير هو دور الثعبان الأفعى. Dans le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, le serpent joue un rôle symbolique important. Dora Ramzi Mouhoum. Il représente la tentation et l'amour. Thomas Al-Roi Wal-Mout. Il propose, il اقترحت على الأمير الصغير de le mordre en tado pour lui permettre, il تسمح له de retourner sur sa planète, إنه يعود إلى كوكبه, si se sent malheureux, إذا كان عم يحس حاله إنه هو تعيس, ce qui le conduirait à mourir, صح رح يموت, لكن à rentrer chez lui, لكن سيعود إلى كوكبه وإلى زهرته. Cependant, مع ذلك, le petit prince refuse cette offre, رفض بالأول, affirmant qu'il souhaite مؤكدا انه هو بيتمنى غتغني سيغ سا بلانيت انه هو بده يرجع لوحده دو سا بروب فولونتي بإرادته لوحده بس ما لو رح يقدر يرجع الا لما قدم له الثعبان او الافعى هالخدمة هي. صح الافعى هو سام لكن مثل ما نحني الافعى هو سام بيقتلنا لكن بنفس السم بنعمل منه العقاقير والادوية فهي نفسه الثعبان هو دواء وهو الداء يعني بموت وبيعيش. وهيك بنكون وصلنا لختام التحليل قصة البتي برنس. إن شاء الله تكونوا أخذتوا الاستفادة وعلى صفحتي على الفيس راح أنزل الملخص بالعربي. وكانت معكم مدام ما قلت لكم إنه هالكلام ليلته كتير مهم درسوا اللي عنده فحص. وكانت معكم مدام ما قلت لكم أغفار على بخشين فور. باي باي.